سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. خوتي كما عودناكم دائما الأخبار الإيجابية، حيث دولة أوروبية ترفع جميع القيود وتعلن العودة للحياة الطبيعية، وماشي غير هاد الدولة الأوروبية فقط بل المغرب كذلك، حيث كاين أعضاء في اللجنة العلمية المغربية يتنبؤون ويتوقعون العودة للحياة الطبيعية في المغرب نهاية هاد السنة إن شاء الله، وباش جات تغيير هذا كامل أخوتي. المهم قبل ما نمشيو للتفاصيل ديال هاد الأخبار الجد إيجابية خوتي، كتنساو اللايكات دائما، اذا ما ذكرتكمش كتنساو اللايكات، ما تبخلوش على هذه القناه باللايكات اخوتي، راه تعرضت للسينيال بزاف وبرهنا لكم داكشي بيناه لكم، راه كانوا الالاف ديال الاعضاء ديال الجروباس ديال التليجرام كيسينياليو هذه القناه. لايك البارتاج ونمشيو للتفاصيل. خوتي كما عارفين احنا ما ضد ما مع كل واحد، احنا مع كل واحد حر في راسه وكل واحد يعمل داكشي اللي قلو الطناطين ديال الراس ديالو، يعني كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو. احنا اللي ما باغيينش، احنا حتى الناس اللي هما معارضين فراهم حرين لهم كامل الحريه، غير هما ما ياثروناش على الناس وما يخلعوناش الناس فقط. كما عارفين اخوتي هذه القناه ايجابيه كما العاده، غادي نبداو معكم بالخبر الاول ديال اعلان هذه الدوله الاوروبيه العوده للحياه الطبيعيه. لكن قبل اخوتي كنبغي نرجعوا الذاكره شويه للوراء ونشوفوا الحياه كيفاش كانت اخوتي، يعني كنا عايشين بلا ما نذكر شي كلمات سلبيه. نتوما عارفين اخوتي كان مقفول علينا في المنازل ديالنا، كنا ممنوعين من الولوج للاماكن العموميه، الملاعب المطاعم المقاهي العمل ديالنا الناس مجدودين عليهم، دخلوا لنا هادشي ديال الار تي، العالقين في جميع الدول الاوروبيه في سبتاوم ليليه، يعني كلشي كان مقفول. ولكن اخوتي دابا يعني الحياه رجعات للطبيعه ديالها، كنشوفوا الملاعب مملوءه عن اخرها، الاسواق التجاريه مفتوحه، البحور، الفنادق، الكامبينغات كما شفتوا معنا هذا الصيف، يعني الحياه رجعات للطبيعه ديالها، رجعوا الناس كيأديوا الصلاه يعني الصلوات الخمس في المساجد، هادشي هذا راه كلشي كنشوفوه اخوتي بالعين المجرده، ما يكذب علينا حتى شي واحد، يعني باش جا هاد التغيير، باش جا هاد التبديل، غير جا هكاك وصافي. كاين سبب، كاين سبب اخوتي. كذلك قبل ما نمشيو لهاد الدولة اللي رجعات اللي غادي ترجع للحياة الطبيعية ديالها، اللي غادي تلغي جميع القيود وغادي ترجع للحياة الطبيعية ديالها، هنا غادي نشوفوا الشركة ديال موديرنا اللي كتشوف انها غادي تخرج يعني واحد الإبرة اونيكا. كما هنا موديرنا ترباخا ان الديسارويو دي اون اونيكا دوسيس دو ريفورسو ديال الكوفيد. كما عارفين اخوتي الناس اللي عندهم الصحه صحيحه على قدها كاملين كنضربوا واحد الليبره من العام للعام اللي كنقولها انتي غريبال، الناس اللي عندهم السكر، المهم الناس اللي عندها الامراض المزمنه والصحه ديالهم على قدها، الناس هادو كاملين كيضربوا هاد الليبره. هاد الشركه هادي كتشوف انها باغي تعمل يحيدوا هذيك، هادشي اللي فهمت انا من هذا المقال هذا ونزيد نتعمق فيه وغادي نزيد نشرح لكم اخوتي. هاد الشركه كتشوف انهم غادي يحيدوا ديك الابره هذيك وغادي يزيدوا فيها هاد انتي هاد الوباء اللي معنا هذا الله يهزو علينا، وغادي يرجع فيروس من الفيروسات العاديه السابقه وغادي نتعايشوا معاه بهاد الابره هادي اخوتي، هاد الابره اونيكا. وهذا الشيء هذا انا غادي ندخل لكم في التفاصيل اولا، غادي نخصص فيديو لهذا المقال هذا يعني نتعمق فيه شويه ونشوفه. كذلك اخوتي هنا كاينه دراسه تعملات في الولايات المتحده الامريكيه اللي كتقول الاشخاص يعني اللي ما عملوش الابره راهما اكثر عرضه للوفاه. حنا في الاول قلنا لكم حنا مع ضد ما حنا فقط كنقلبوا على المعلومه وكنشاركوها معكم، ما كنقول لكم شنو تعملوا لان حنا ماشي مختصين، يعني حنا ماشي يعني هاد الامور هذه راه بعيده وبعيده علينا بزاف. كاين الناس اللي سهروا الليالي باش وصلوا، باش انهم هما اللي يعطيونا يعني النصائح وشنو نعملوا وشنو ما نعملوش، هذا ماشي في المقدور ديالنا حنا اخوتي وخصنا نخليوها بعيد علينا. هنا الدراسه كتقول
الأشخاص الغير ملقحين ضد الفيروس المستجد أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة به بمقدار 11 مرة مقارنة بمن تلقوا يعني هذا الإبرة، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات أظهرت حصانة جيدة ضد الأعراض الشديدة للوباء رغم قدرة المتحور دلتا سمعوا مزيان وفهموا مزيان على أضعافها. وأفادت إحدى 3 دراسات نشرتها المراكز الأمريكية باش نعرفوا مزيان. المهم هادشي هذا معروف الناس، ما لان الناس وقع لهم ضغطوا عليهم بزاف بزاف ديال القنوات، وكاين واحد التاثير كبير دابا الناس بحال اللي على العين ديالهم واحد الغشاوه، يعني الناس صافي الادمغه ديالهم تجمدات، اللي يقولوا هذوك هو اللي خصو يكون صافي. وابرزت دراسه ثانيه هنا كتقول، وافادت احدى 3 دراسات نشرتها المراكز الامريكيه للسيطره على الامراض الوقائيه منها الجمعه، بان الاشخاص الذين لم يتم تلقيحهم بشكل كامل في فصلي الربيع والصيف كانوا اكثر عرضه لدخول المستشفى بواقع 10 مرات، كما كانوا عرضه للوفاه بواقع 11 مره اكثر من اولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل. وأبرزت الدراسة الثانية أن اللقاحات 3 التي تم التطعيم بها كانت فعالة بنسبة 86% في منع دخول المستشفى جراء الإصابات بالفيروس، فيما خلصت الدراسة الثالثة إلى أن فعاليات اللقاحات ضعفت بعض الشيء عندما أصبح المتحور دلتا هو السائد، خاصة من الأشخاص الذين بلغوا 65 عاما فما فوق. لكن الحماية من المرض الشديد والوفاة ظلت قوية وإن كانت أقل في تلك المجموعة. المقال طويل، ما ربما نخليكم مع جميع المقالات في التعليق الأول أخوتي. وهنا نمشيو يعني للخبر المهم وهو الدنمارك، هي الدولة الأوروبية هي الدنمارك كما كتشوفوا معايا هنا، اللي رفعت جميع القيود ورجعت الحياة الطبيعية. وكاين سبب أخوتي، لأن النسبة ديال الناس اللي عملوا الإمرأة تفوق 73%. هنا طورت الدنمارك اليوم الجمعة بالكامل صفحة القيود، طوت نعم القيود الهادفة لمكافحة تفشي الوباء، واعتبارا من منتصف الليل لم تعد حكومة البلاد تصنف الكوفيد مرضا خطيرا من الناحية الاجتماعية، والعودة الوتيرة للحياة الطبيعية كانت تدريجية، لكن اعتبارا من اليوم الجمعة لم يعد إبراز شهادة التطعيم الرقمية الدليل على التطعيم مطلوبة لدى دخول النوادي الليلية، ما يجعلها آخر قيد وقائي ضد الفيروس. ومكنت معدلات التطعيم المرتفعة الدنمارك من أن تصبح بين أولى دول الاتحاد الأوروبي التي ترفع جميع القيود المحلية. لم تواجه، اسمعوني مزيان، لم تواجه الدنمارك صعوبات في إقناع سكانها بتلقي لقاح، ونتيجة لذلك أصبح 73% من السكان البالغ عددهم 8 مليون و800 ألف، يعني تقريبا واحد 6 مليون، يعني 73% اللي باقين وقيلا غير الأطفال الصغار ولا هذا، يعني كل شيء عمل الإبرة، ولهذا تمكنوا يعني من التغلب ورفع جميع القيود والعودة للحياة الطبيعية. ما كنشوفوش الدنمارك يتشكى ومن هذا الإبرة والناس تطيح كما كنسمعوا، ما كنسمعوا حتى شي حاجة من هذا الشيء هذا. ونعم البالغ عددهم 5 مليون و800 ألف نسمة، والملقحين ضد الكوفيد و 96 ألف من الأشخاص الذين تتجاوز، يعني اسمعوا يعني تقريبا 100%، يعني 96 من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما. أيضا يرى الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن إحدى خصائص الدولة الإسكندنافية هي علاقة ثقة بين السلطات والشعب، يعني ما كاينش تأثير بشأن الاستراتيجية المتبعة. تعتبر السلطات الدنماركية أن الوباء بات تحت السيطرة مع تسجيل البلاد 500 إصابة جديدة في اليوم ومعدل انتقال العدوى 0.7. مع ذلك لا يزال وضع كمامات الوجه أو الواقي البلاستيكي إلزاميا في المطارات، وينصح الناس بارتدائه عند زيارة الطبيب أو مراكز الاختبار أو المستشفيات، ولا يزال التفشي يعتبر مرضا خطيرا عاديا. تعتزم الدنمارك متابعة عن كثب لعدد المصابين في المستشفيات، ويبلغ في الوقت الحالي بالكاد 130، وإجراء تسلل دقيق للفحوص لضبط تفشي الفيروس، وتقدم جرعة ثالثة معززة هي هذه اللي قلنا لكم المضاد الكوفيد للأشخاص الأكثر ضعفا اعتبارا من الخميس، ويتطلب الدخول إلى الأراضي الدنماركية تقديم جواز صحي. هذه دابا الدنمارك دولة، يعني انتم عارفين الدنمارك دولة اسكندنافية، يعني من الدول الأوروبية المتقدمة. دنمارك وما أدراك ما الدنمارك.
معززا الاشخاص الاكثر ضعفا اعتبارا من الخميس ويتطلب دخول الاراضي الدنماركيه تقديم جواز صحي او فحص نتيجه سلبيه، كما ان وضع الكمامات لا يزال اجباريا في المطارات، واكد وزير الصحه ماغنوس وينغ اواخر اغسطس ان الحكومه لن تتردد بالتصرف سريعا في حال هذا الوباء مجددا وظائف اساسيه للمجتمع. المهم الخبر هو هذا، نخلي لكم في التعاليق في جميع المقالات. كذلك قلت اخوتي كما قلت لكم، يعني الشركه ديال مديرنا يعني كتشوف انها غادي تعمل يبرا اونيكا، يعني كما عارفين وهذا الشيء راه كررناه وين ما نقولوه، دائما اللقاحات دائما كاينين معنا، وحتى الدراري صغار دائما كاين معاهم اللقاحات، غير دابا نص يخرجوا لنا علماء وراسخون في العلم كيفهموا كل شيء وهذا، وبالعكس هما اللي كيأثروا على الشعوب يعني باش ما نزيدوش للقدام. اما القضيه ان والله العظيم كنتاسف وكنتخربق بكم كنتفكر باللي هذه القضيه ديال المؤامره يتامرون علينا باش يسالوا مع الدراري الصغار باش. المهم اخوتي ما نطولش عليكم بزاف، لخصنا كنظن كل شيء، يعني الحياه رجعت للطبيعه ديالها، راه كاين فرق كبير كما كنا قبل وكيفاش رجعنا دابا اخوتي. الحياه عاديه يمشي فين ما بغيتي، ماشي بحال قبل. قبل راه طوكي ديكي دا الارتي كل شيء مجدود، كل شيء هذا الخوف، كنا عايشين الخوف. اما دابا وكاين سبب، كاين سبب ماشي غير هكا، وكنا بقينا كنسمعوا فوقاش نسمعوا شي نهار يخرج لنا الدواء، نهار يخرج لنا الدواء نظن علماء كيحاربوا، ما عندهم لا بديل للاسف، ما عندهم ضمانات، ما عندهم حتى شي حاجه، غير ما تعملوا شي بصافي. احنا خلقنا لنعارض وباش نوقفوا هذا الشيء هذا. سلام عليكم، راسكم نهاركم مبروك دائما، لايك لايك لايك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.